أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين في ختام فعاليات الجلسة النقاشية حول الممارسات الجيدة لرعاية مصالح العمال في قطاع البناء والإنشاء عن تبني الغرفة لجائزة سنوية في مجالي حماية مصالح وسلامة العمال في قطاع البناء والإنشاء، والتي أطلقتها بهدف تكريم شركات المقاولات والبناء الداعمة والراعية لحقوق وسلامة عمالها. وسيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل آلية ومعايير التقديم للجائزة. وفي هذا السياق ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس في ختام الجلسة النقاشية التي نظمتها الغرفة ممثلة بلجنة العقار والإنشاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بمقر بيت التجار، أن تنظيم الجلسة النقاشية جاء بهدف تعزيز الجهود المشتركة لرعاية مصالح العمال، مؤكدا على أهمية مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات واللقاءات التشاورية إلى جانب ضرورة استمرار تفعيل عمل الغرفة ومنظمة العمل الدولية خلال الفترة المقبلة. نعتز أن احنا خلال الأيام الثلاثة الماضية نظمنا وشاركنا في تنظيم ورشة العمل حول أفضل الممارسات في لرعاية مصالح العمال في القطاع في قطاع الإنشاءات في مملكة البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وخلال هذه الأيام ومن خلال الآراء المطروحة سواء من القائمين على إعداد أوراق العمل أو من خلال المشاركين من المؤسسات الأعضاء في غرفة التجارة، خرجنا بعدد من الآراء الجيدة والممتازة والعديد من الأمثلة في الممارسات الموجودة في مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين لرعاية مصالح العمال. ومن خلال هذه الأيام الثلاثة خرجنا بعدة توصيات كثيرة بالأحرى، وكلها إيجابية وكلها تصب في صالح العمال وفي صالح أصحاب العمل وأيضا المؤسسات الحكومية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في تداولات اليوم بتقدم بنسبة 0.35% مقفلا عند مستوى 1339 نقطة، وذلك عائد لارتفاع قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,620,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 608,000 دينار تم تنفيذها من خلال 54 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 61% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7,687 نقطة كما هو موضح على الشاشة، بانخفاض بلغت نسبته 0.41%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2,826 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.29%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4,432 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.7%. أكد تقرير بتروليوم إيكونوميست أن حلم الاعتماد القوي على الطاقة المتجددة في السعودية يقترب من التحقق، خاصة بعد الإعلان عن صفقة ضخمة للطاقة المتجددة في مارس الماضي، وهي عندما تعقد السعودية اتفاقية مع صندوق رؤية سوفت بنك في اليابان بقيمة 200 مليار دولار لتوليد 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وهو المشروع المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2030، معتبرا أن هذا المشروع سيحول السعودية إلى أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم. وأضاف التقرير أن هذا المشروع أكبر بنحو 100 مرة من أكبر مشروع مقترح لتنمية الطاقة الشمسية في أستراليا،
وستسهم المشاريع الناتجة عن الخطة بتوفير نحو 100,000 وظيفة في المملكة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 12 مليار دولار. كشف عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الإماراتية أن التبادل التجاري بين الإمارات وغانا قفز إلى 1.2 مليار دولار في عام 2017، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية الإفريقية محورية وترتبط بمؤشرات بناءة. وأشار في كلمة بافتتاح فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار بين الإمارات وغانا إلى اهتمام دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع جمهورية غانا والارتقاء بها إلى مستويات جديدة في إطار التطورات المتسارعة التي يحققها الاقتصاد الوطني لغانا. واستعرض آل صالح أبرز التطورات التي شهدتها مسيرة العلاقات الاقتصادية الإماراتية الغانية، فضلا عن توجه العديد من الشركات الإماراتية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والاتصالات والسياحة في غانا. النشرة الاقتصادية مستمرة مشاهدين من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: الصين تحذر من الانتقام حال تطبيق تعريفات أمريكية جديدة. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليسجل ما يقرب من 45 مليار دولار، ولكن في الوقت نفسه ذكرت مذكرة بحثية حديثة أن البنك المركزي المصري تدخل للحفاظ على مستوى سعر العملة المحلية مقابل الدولار وقت كانت الأسواق الناشئة بأسرها في خضم أزمة طاحنة. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن يؤدي تدخل البنك المركزي المصري إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، والذي سيبدأ في الظهور خلال إعلان بيانات شهر أغسطس، إلا أن البنك المركزي أشار إلى أن الأرقام الأولية للاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفعت إلى 44.419 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، وذلك من 44.3 مليار دولار تقريبا في يوليو. خسر البيزو الأرجنتيني نصف قيمته هذا العام مقابل الدولار الأمريكي، مما أجبر بعض الدول في أمريكا اللاتينية على فرض إجراءات التقشف تفاديا لنفس الأزمة. وفي الأثناء انخفضت الليرة التركية بنسبة 42% مقابل الدولار هذا العام وسط خلافات دبلوماسية متوترة مع الولايات المتحدة، كما شهدت الاقتصادات الناشئة الأخرى بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا هبوطا في قيمة عملاتها. وفي هذا الإطار حذر الخبير الاقتصادي الألماني إيزابيل شنابيل من أن الأزمة في الأرجنتين وتركيا قد تفجر أزمة اقتصادية عالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة، بحسب موقع إكسبرس البريطاني. والآن نترككم مشاهدينا مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. اتسع العجز التجاري الأمريكي في يوليو الماضي للشهر الثاني على التوالي، مسجلا أعلى مستوى له منذ فبراير عند 50.1 مليار دولار مقابل 45.7 مليار دولار في يونيو. وتعد هذه الزيادة الأكبر شهريا منذ عام 2015، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 0.9% لتصل إلى مستوى قياسي عند 261.2 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 1% إلى 211.1 مليار دولار. وقد زاد العجز التجاري مع الصين بنسبة 10% في يوليو إلى مستوى قياسي بلغ 36.8 مليار دولار.
حذرت الصين من الانتقام حال تطبيق الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة على صادراتها، وتعيش الأسواق حالة ترقب لقرارات أمريكية جديدة بشأن التعريفات الجمركية، حيث أن هناك توقعات بأن الإدارة الأمريكية ستتخذ قراراً في الأسبوع الجاري بتطبيق تعريفات جمركية على واردات من الصين قيمتها 200 مليار دولار. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية جيو فانج إن الصين ستتخذ إجراءات انتقامية ضرورية ضد الولايات المتحدة حال اعتماد واشنطن إجراءات جديدة متعلقة بالتعريفات.